مرحبا بحضراتكم في هذه التغطية الإخبارية المستمرة على شاشة إكسترا نيوز لكل تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي. برحب بزميلتي نانسي نور. أهلا بك نانسي. شكرا لك خلود. ومشاهدينا الكرام، نبدأ مع حضراتكم هذه التغطية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن صاروخ سرمات سوف يدخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية نهاية العام الجاري. جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين خلال لقائه مع خريجي الأكاديميات العسكرية في موسكو، حيث أكد بوتين أنه سيعمل على تحديث الجيش وتزويده بأحدث أنواع السلاح على الرغم من كل الصعوبات، مشيرا إلى أن أفراد الجيش الروسي يبلون بلاء حسنا خلال العملية العسكرية الخاصة في دونباس. أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية سيطرة القوات الروسية بشكل كامل على بلدة تشكيفكا الواقعة على خط الجبهة في الدونباس بشرق أوكرانيا. من جانبه قال زعيم منطقة سفردوناتسك أن الضغط مستمر على خط الجبهة، مشيرا إلى أن معركة دونباس مستعرة. أعلنت دفاع روسيا أن قواتها صدت هجوما للجيش الأوكراني على جزيرة زيماني وقصفت مطارا قرب أوديسا ردا على الهجوم الأوكراني على منصات حفر بحرية روسية. وفي بيان لها قالت الدفاع الروسية أنها أحبطت محاولة من الجيش الأوكراني لاسترجاع هذه الجزيرة الواقعة قبالة أوديسا، مشيرة إلى أن القوات الروسية أسقطت 13 طائرة بدون طيار أوكرانية، وأفشلت منظومة الدفاع الجوية الروسية وصول أي من الأسلحة النارية الأوكرانية إلى أهدافها في الجزيرة. أفاد الجيش الأوكراني بأن الجيش الروسي يواصل شن غارات جوية وقصف مواقع أوكرانية في منطقة سفرودوناتسك. وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية ألكسندر شتوبن أن القتال للسيطرة الكاملة على مدينة سفرودوناتسك ما زال شرسا، مضيفا أن القوات الأوكرانية نجحت في صد التقدم الروسي في مواقع متعددة داخل منطقة لوهانسك. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الأوكرانية استخدمت بنجاح الأسبوع الماضي لأول مرة صواريخ هاربون المضادة للسفن التي أرسلها الغرب لأوكرانيا. هذا وأوضحت الدفاع البريطانية أنه كان هدف الهجوم بصورة شبه مؤكدة هو زورق روسي كان ينقل أسلحة وأفرادا إلى جزيرة في شمال غرب البحر الأسود.
دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى تكثيف الالتزام المشترك للدفاع عن أوكرانيا، وشدد أوستن على أهمية ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها مواطنيها وأراضيها، كما أعرب عن فخره بالتقدم الذي تم إحرازه خلال الأشهر القليلة الماضية، مشددا على ضرورة الاستمرار في إحراز المزيد من التقدم. قالت الخارجية الروسية أنه تم استدعاء ماركوس إيديرا رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو على خلفية القيود التي فرضتها ليتوانيا على ترانزيت بعض البضائع إلى مقاطعة كالينغراد. وأوضحت الخارجية أنه تم تقديم احتجاج شديد لممثل الاتحاد الأوروبي على هذه القيود أحادية الجانب المناهضة لروسيا، والإشارة إلى عدم جواز مثل هذه الأعمال التي تنتهك الالتزامات القانونية والسياسية للاتحاد الأوروبي وتؤدي إلى تصعيد التوتر. هذا وشددت الوزارة على أن الجانب الروسي سيتخذ تدابير جوابية إذا لم يتم تنفيذ هذا المطلب. أعلنت إستونيا أن مروحية روسية تابعة لحرس الحدود انتهكت مجالها الجوي خلال نهاية الأسبوع، وأنها استدعت السفير الروسي في تالين وسلمته مذكرة بشأن الحادث. هذا وتقول إستونيا العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها منذ بداية العام. قال وزير خارجية لوكسمبورغ أن الدول الأوروبية متحدة في دعمها لمنح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. وفي تصريحات صحفية قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أشار إلى عمل التكتل على توجيه رسالة إلى روسيا من أن أوكرانيا تنتمي إلى أوروبا وأن منطقة اليورو ستدافع عن القيم التي تدافع عنها كييف. أعلنت نائبة رئيس الوزراء الكندية أن حكومة بلادها تعتزم في الأيام المقبلة اعتماد قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات. وأشارت المسؤولة الكندية إلى أن هذه الخطوة تم بحثها مع الشركاء الدوليين لبلادها بمن فيهم الولايات المتحدة. أوضحت مجلة ذا دبلومات ومقرها واشنطن أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة من أجل تهدئة التضخم الأمريكي سيكون له تأثير على معظم اقتصادات آسيا. أضافت المجلة أن العديد من البنوك المركزية في المنطقة اتخذت خطوات في محاولة للاستعداد لتقلبات سعر العملة من خلال تخزين احتياطات النقد الأجنبي بدقة في الوقت الذي تتطلع فيه البنوك المركزية الآسيوية الأخرى للاحتفاظ برأس المال أو جذب تدفقات رأس المال الجديدة من خلال تقديم عوائد أعلى. توقعت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن يشهد البريطانيون ارتفاع متوسط فاتورة التسوق السنوية بمقدار 380 جنيها استرلينيا هذا العام. وذكرت الصحيفة أن البريطانيين يقومون على نحو متزايد بتبديل العناصر ذات العلامات التجارية بمنتجات أرخص. توقعت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية أن يصل الحد الأقصى لسعر فواتير الطاقة السنوية إلى 2980 جنيها استرليني في أكتوبر المقبل، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى أكثر من 3000 جنيه استرليني مطلع العام المقبل. ذكرت الصحيفة البريطانية أن فواتير الطاقة المنزلية ستزداد بأكثر من الضعف في أقل من 18 شهرا، مما يؤجج من أزمة تكلفة المعيشة لملايين الأسر في بريطانيا.
قال فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين بالمركز الأوروبي إن البنك لن يعيد النظر في قرار زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة في اجتماعه المقبل خلال شهر يوليو. وأشار لين إلى أن أسعار الفائدة السلبية لم تعد ملائمة لمنطقة اليورو، ولكن التخارج منها سيكون تدريجيا. أعلن رئيس وزراء اليونان أن أسباب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة تعود إلى أن أوروبا اليوم في حالة حرب، وقال إن الوضع صعب بالنسبة للاقتصاد العالمي والأوروبي والاقتصاد اليوناني، مشيرا إلى أن العالم يواجه خطر التضخم الذي لم تواجهه أوروبا منذ 40 عاما، وأوضح أن عواقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبحت محسومة في جميع نواحي النشاط الاقتصادي. قالت وكالة بلومبرج إن أسعار السلع الزراعية تراجعت بدعم توقعات تعافي الإمدادات الغذائية العالمية وارتفاع محصول روسيا من القمح. وأوضحت الوكالة تراجع سعر زيت النخيل نتيجة انتعاش الصادرات من إندونيسيا بنسبة 1.8%، وانخفضت العقود الآجلة للقمح والذرة بنحو 2% مع استئناف التداول بعد عطلة الأسواق الأمريكية. يرى كريستيان سوينغ المدير التنفيذي لدوتشيا بانك أن أوروبا والولايات المتحدة تواجه احتمالية ركود مرتفعة مع اضطرار البنوك المركزية إلى تجديد السياسة النقدية بقوة لمكافحة التضخم. قال سوينغ أن أوروبا بحاجة إلى محاربة التضخم لأنه في النهاية يعد أكبر السموم بالنسبة للاقتصاد، مؤكدا أن احتمالية حدوث ركود في ألمانيا أو في القارة العجوز عام 2023 أو العام الذي يليه تعتبر أعلى من التوقعات في السنوات السابقة. قالت صحيفة فاينانشال بوست الكندية إن محافظ بنك كوريا الجنوبية ري تشانغ يونغ أبقى الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة بنسبة أكبر من المعتاد، حيث شدد يونغ على أهمية إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم الكوري الجنوبي. وأشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي الكوري الجنوبي أصدر بيانا يشير إلى أن هذا التضخم هذا العام سوف يتسارع إلى ما بعد التوقعات السنوية البالغة 4.5% التي قدمها الشهر الماضي، ما أثار القلق بشأن ضعف الون الذي قد يزيد من الضغط التضخمي على الاقتصاد الكوري الجنوبي.